حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من جدة الدكتور خالد علي المدني، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. هذه الفضيحة، هذه الهزة التي هزت دول أوروبية ونتجت عن مسألة تلوث البيض، تطرح سلسلة تساؤلات عن إمكانية انسحاب هذه الأزمة إلى الدول العربية، تطرح حتى ربما مخاوف لدى البعض. ما مدى إمكانية حدوث ذلك؟ والله إذا حصل في أوروبا وفي الدول المتطورة ممكن يحدث هنا، ما في أي مشكلة، بس هو أصلا في إجراءات المفروض يتبعوها، يعني لا يسمح للحيوانات بالرعي قبل 10 أيام من الرش المبيد، وإبعاد الحيوانات الأليفة لما يرشوا هذا المبيد، ويحذروا الناس أن هم ما يحتكوا به أثناء الرش، فإذا رشوا فده خطأ من الشركة أو المؤسسة أو الجهة اللي هي رشت هذا المبيد. طيب يعني هذه ما يجري الآن، هذا البيض الملوث هل ممكن أن يصل إلينا إلى الدول العربية؟ وفي الحقيقة في كل دولة من الدول العربية في جهات رقابية وجهات تنفيذية وجهات تشريعية تحط القوانين الخاصة بحماية المستهلك من أي تلوث غذائي، سواء إذا كان كيميائي أو كان مادة طبيعية أو مادة يعني حشرات أو شيء زي كده. فبالتالي الجهات دي مسؤولة عن سلامة الغذاء. في المملكة العربية السعودية في هيئة الغذاء والدواء، في معظم الدول العربية بيكون خليط يعني من وزارة الصحة ووزارة الزراعة. نعم، طيب هذه المبيدات الحشرية، هذا المبيد الذي استخدم في هذا الموضوع في الرش، ما هي خصائصه؟ ما هو تأثيره على صحة الإنسان؟ وفي الحقيقة بالنسبة لتأثيره على صحة الإنسان بسيط جدا، يعني ممكن يسبب حكة بالنسبة للجلد، ممكن يعمل تهيج في العيون، لكن لا يوجد أي دليل يثبت أنه بيعمل تشوهات في الجنين أو يعمل سرطان، فالخطورة حقته تعتبر بسيطة. حتى العلاج حقه إذا حصل أنه هو فيه تلوث للإنسان بيكون بناء على الأعراض اللي هي موجودة، فأي أعراض بتحصل هو بيبدأوا يعالجوا هذه الأعراض، لأن لا يوجد له أنتيدوت اللي هو يقول عليه ترياق عشان يعالج هذه الحالة. لكن في الحقيقة ما بتحصل ونادر جدا إذا الإنسان اتبع الإرشادات المنظمة. وعموما إذا حصل إن هو في تلوث في البيئة والدجاج حصل إن هو تناوله، فهي تحصل سلسلة، فبيتم من الدجاج إلى البيض ومن البيض إلى الإنسان وهكذا، يعني هي بتتم من خطأ في الأساس وبالتالي يوصل إلى المستهلك. نعم، طيب ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في المزارع أولا للتخلص من هذا الوباء، بالتالي أيضا الإجراءات التي يمكن اتخاذها في استيراد البيض إذا ما حصل؟ يعني هو بالنسبة للرش يجب تحذير الناس بالابتعاد عن منطقة الرش، كمان إبعاد الحيوانات الأليفة عن منطقة الرش، كمان لا يسمح للحيوانات بالرعي إلا بعد 10 أيام من الرش، وده تأثيراته على الحيوان، ومن الحيوان بيوصل للإنسان عادة، يعني هو ما بيكون مباشر على الإنسان إلا إذا تعرض وجوده أثناء عملية الرش، لأن هذه بترش على أساس أنه يعتبر نوع من الوقاية من بعض اللي هم أقول عليها مثلا النمل والصراصير والبراغيث والأمل والأشياء دي كلها، حتى هو يعتبر ذات كفاءة عالية جدا بالنسبة لقطر الصراصير، يعني بس تركيز بسيط جدا ممكن يقضي على مجموعة كبيرة جدا من الصراصير، وبالتالي يعتبر ذو فاعلية وده مصرح به، بس لازم يتبع الإجراءات والقوانين الخاصة بتداوله، يعني على الأقل 10 أيام ما بين التداول ما بين رشه وبين استهلاك أي جهة أي شيء من الحيوانات والأشياء هذه كلها. فعلا يعني إذا البيض بعد الرش أصبح ملوث، ماذا بالنسبة للدجاج أو لحم الدجاج؟ ما هو أساسا البيض تلوث من خلال، يعني عشان كلنا عارفين ان البيض عليه طبقه خارجيه فبالتالي بيمثل وقايه ليه داخليا، لكن اذا كانت الدجاجه نفسها تلوثت فمن خلال انتقاله الى ما هو داخل البيض، يعني ينتقل زي السلمونيلا، السلمونيلا ما بتيجي من بره لكن بتيجي من اساسا الدجاج يكون ملوث بهذا الميكروب وبالتالي بيأدي، لكن ده يعتبر مبيد حشري مختلف عن الميكروب. طيب يعني ربما الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان وهي ربما المسؤولية يعني الملقاة على الجهات المعنية لحماية المستهلك،
المستهلك الآن أصبح يجد نفسه أمام خطر لا يعي عنه شيء، يعني بيض ملوث، بعض الأغذية التي ربما مرت عليها بعض المبيدات، بعض الأغذية التي تسبب أمراض بها مواد كيميائية، يعني كيف يمكن للمستهلك أن يميز وأن يفرق ما بين كل هذه الأغذية والأشياء التي يستهلكها بشكل يومي حتى؟ وأي دولة فيها جهات رقابية وتشريعية وجهات تنفيذية لسلامة الغذاء، وده مهم جدا بالنسبة للدولة، لأن رأس مال أي دولة هو شعبها، فبالتالي إذا كان الشعب هذا سليم فبالتالي يعتبر مصدر من مصدر قوة هذه الدولة، بصرف النظر أي دولة، يعني أي دولة بتهتم بسلامة الإنسان، فإذا كان الإنسان سليم فده يمثل مصدر قوة بالنسبة ليها. والجهات الرقابية عشان تراقب تنفيذ التشريعات القانونية بالنسبة لسلامة الغذاء، وبالنسبة للجهات التشريعية تحط القوانين، والجهات التنفيذية تطبق القوانين، والجهات التشريع اللي هي الرقابية تراقب تنفيذ هذه القوانين، ودي بتشمل أكثر من جهة حكومية موجودة في أي دولة، لأن سلامة الإنسان تعتبر مهمة بالنسبة، يعني سلامة الإنسان بالنسبة للدولة يعتبر يمكن أهم من سلامة الشخص نفسه، لأن هو مصدر قوة الدولة في سلامة الإنسان. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور خالد علي المدني، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.